السلالم اللي قالتها ريان هي صحيحة، لكن بالإضافة لها على السلمة أو العتبة حقت الجندر. يعني أنت إذا بيت عندك المكان الاقتصادي والمكان الاجتماعي، لكن بيت أكسر الفاد ده كله. برضو مثال على كده، بيت مغنية ظهرت قبل فترة لها صور، ما رحم المجتمع عشان هي من مكانة اقتصادية معينة وأمها عندها دور اجتماعي أو مكانة في المجتمع بطريقة معينة لأنها بيت، فبرضو كان في تنمر عليها شديد ولوم وعتب و فلا دائما لما الضحية يكون راجل، لما الضحية تكون بنت والفاعل راجل، ما بيكون في عدالة. وكمان الجندر والميول، ما الجندر بس الجندر والميول. أيوة والميول. الحاجة دي بتودين، لان احنا مثلا من قعدنا نشوف الحاجات مبارح، اي في ناس كانت شايفة انه الحرام والعادات والتقاليد والتفاصيل دي كلها، لكن من جهة تانية كان في دعم قوي شديد لصاحب القضية نزلت عليه والفيديو ده، وده خلانا نتساءل أكتر إنه تمام نفس الأمثلة اللي ضربتها إيمان في إنه كانت في قضايا مماثلة وأقل كمان أقل مراتب من الحاجات اللي حصلت دي كانت لنساء، فكان رد الفعل عليها مختلف. لما كانت هسه الدفاع في مبارح عن صاحب الفيديو كان إنه ندعي بالهداية والستر وما بعرف شنو، أنتم ما ربنا في الأرض وما بعرف الحاجات دي. فلا، ففي سؤال دائما بيطرح، هل الحقوق وعدم الانتهاك والحريات الشخصية هي حاجات رجالية أو ذكورية أو بتتبع لنوع معين عنده امتيازات معينة في المجتمع واللي هي مفترض تكون حق مواطنة كاملة؟ كارت الثورة ده الناس بتبطل تستخدمه، ما عنده علاقة. كونه انه انت كان عندك في الثورة ما معناته انه ده كارت النجاح حقك من اي غلط تاني، كنت سائر، كل الناس كانت سوار، يعني شنو الثورة ما بتمنع الاجرام عموما يعني. بالضبط كده، فكل ما الواحد يغلط ويتزنق يجي يقول انا قدمت للثورة، قدمت لنفسك الثورة دي ما عشان زول، فما حتجي تمن بيع على الناس. الموضوع عنده بيتحمل جوانب أخلاقية وجوانب قانونية، فأنا بتمنى الناس تأخذ حذرها، البنات تحديدا أخذوا حذركم يا بنات. ما ممكن إحنا نقول لكم تعملوا شنو ما تعملوا شنو في حياتكم، لكن أخذوا حذركم، ما تسمحوا لأي زول يصوركم لأن أنتم ما عارفين. حتى لو الزول ضامن إنه التكنولوجيا ممكن يحصل هاكينج، ممكن التلفون يتسرق، ممكن ممكن ممكن، فتذكر يا بنات وتذكر يا أولاد إنه أنت الماضي ترضى يحصل لك، ما تخلي واحد تاني يتخطى في نفس الموقف ده. انتبهوا شديد للغة اللي بيتكلموا بها معاكم لما بيطلب منك حاجة، حاول حتى يعني دي ما بتشترط معرفة عالية، انت ممكن حتى تستشيري او تسألي، لكن كده اسألي نفسك انت هل السؤال او الطلب ده او يعني مثلا في الفيديو اللي مبارح انا بالنسبة لي غير انه عدم الموافقة وانتهاك الحياة الشخصية كانت المفردات المزلة والمهينة اللي تم استخدامها، والبيت كانت مشتة لأي سبب إن كان، فلازم تعرفي إنه حتى في كلمات أنت مفترض ما تقبليها، في حاجات بتطلب منك لازم تعرفي إنك أنت اللي يتبع وراء الحاجة دي شنو. أنا بتمنى من الزولة دي إنها تقدر تاخد الدعم اللي هي بتحتاجه، بتمنى إنه إحنا الحاجة نتعلم منها إنه إحنا ما ننتهي خصوصيات الناس بغض النظر عن نوعهم أو ميولهم، بتمنى إنكم تحاولوا تعرفوا أكتر. رسالة أخيرة، أنا عارفة إنه إحنا ما من حقنا نعاتب أو نوجه أي خطاب بيوجه يعني نبرة لوم لأي زول، لكن يا اخوان احنا طالما القانون الى الان ما بيدعمنا يا بنات تحديدا، طالما انه احنا الى الان ماضي منا انه في قانون يدعمنا، فمحتاجين ناخذ حذرنا، فاخذوا حذركم وعارف انه عندكم اختيار. شكرا.